هو لحد الساعة 8 مساء ابتدينا أنا وأصحابي، يعني بدأ ترشق بالحجارة الأول خالص. كان في قناة بالمسال الدموع كتير جدا. أنا وأصحابي دخلنا جوه، فكان في ناس يعني بتحمينا من يعني الناس بتمسك مثلا حاجة صحيح بتسد، مثلا لو في قنابل مطاط جاي علينا او كان بيهدف علينا طوب برضو اللي كنا بنهدف عليهم. ده الاشتباكات 4 ساعات مثلا لحد ما اتصبت. فضل طوب مثلا وانا بتصاب لحد ما اتصبت كده. كان في مثلا حوالي خرج قدامي 60 مصاب من شارع محمد محمود. كان في مدرعتين جيش، ما كانش في عربيات قبل مركزي. بدأنا نلم بعضنا، وكان في ناس بتعالج يعني، وكان في ناس معها خل، وكان في حالات إغماء كتير، وكان في رصاص مطاط كتير. كان بس اللي كان بيتضرب مطاط كان بيرجع تاني، يعني كان بيتعالج ويرجع تاني. أنا اتضربت رصاصتين مطاط ورحت اتعالجت في المستشفى الميداني. رجعت تاني وأنا أصحابي شوية بقى بيضربوا صوت اللي هو البندقية، الصوت دي بيخوفوا الناس بس بالبندقية الصوت. شوية بقى لقيت ناس بتصاب كتير، بس ما جاش في بالي خالص إنه رصاص حي. الكلام ده كان حوالي الساعة 10:30. ما توقعتش إنه يكون رصاص حي خالص، والإصابة كانت كتيرة. هما كانوا معاهم درع، كل عسكري معاه درع ومعاه خوذة، يعني الطوب مش هيأثر فيك. يعني أنا بحكي على الطوبة كده كده مش هتيجي فيك. انت ليه تضربني ببطاط وتضربني حتى بقنابل المسيلة؟ انا بالدموع. ان الشارع بتاع محمد محمود كان في حاجز، كان الشرطه كانت عامله حاجز اللي هي الحاجز بتاع الشرطه دي، وكان واقفين مدرعتين وكانوا واقفين امن مركزي، فصعب نعدي من الناس دي. مش صعب، مستحيل. لو احنا وسيله اعتراض، لو كنا بنغزف طوب مثلا عليكم، احنا بنعترض. مش عاجبنا حل البلد، مش عاجبنا حتى طريقه الانتخابات، مش عاجبنا قرارات المشير. عايزين مجلس انتقال مدني، عايزين وانتم ما بتحققوش طلباتنا. حتى المشير شفاف وما بيتحركش كتير. انا اخر مره شفت المشير بيتكلم كان ممكن من مش عارف مش فاكر له مره اتكلم فيه. وقفنا كلنا كنا شباب، الاعمار كانت تتراوح بين 18 سنه ل 40 45 سنه، كل الاعمار يعني. كلنا كنا واقفين مع بعض، كلنا ساعدنا بعض. كان اللي بيحتاج حاجه، كان في خل، كان في كل الشباب واقفه مع بعض. محدش كان يقدر يخش في وسطنا زي ما هم قالوا، ولا حد ضرب علينا غير الشرطه. ان كلنا كنا حامين بعض كويس، او كلنا كنا بنعرف نعوز على بعض ازاي. يعني مفيش طرف ثالث ولا رابع ولا خامس. وبعدين لو هم حتى بيقولوا في طرف ثالث وفي طرف رابع وفي طرف خامس، ازاي حامين وزاره الداخليه ومش حامين الشعب؟ يعني مش حامين متظاهرين وحامين وزاره الداخليه ازاي؟ حامين الشارع كله عشان الوزاره وسايبيننا احنا نتضرب، وتقولوا في ناس بتضرب طرف ثالث؟ طب وفين يعني فين العقل في كده، ولا فين المنطق في كده؟ مفيش منطق. كان بيني وبين الشرطه 5 متر مثلا او 6 متر 7 متر. بنتقدم بقى والمتظاهرين يجوا ورانا عشان لو حد يقع علينا مثلا قنابل مسيله للدموع ما تجيش فينا كده، بنحمي نفسنا يعني. والمتظاهرين جايين ورانا بيرشقوا بالحجاره وكده. فبعدين راحوا ضربوا بالالي كام طلقه كده، فبعدين الناس خافت ورجعت. ناس كده، والشيخ اللي معايا اللي كان ماسك معايا الصاج ده خاف وساب الصاج ايه وراح راجع. فضلت انا ماسكه لوحدي. فمن حسن حظي ان انا ايه وانا بمسكه كده وقعت على رجلي، اللي هو وقعت كده فجيت على ركبي، فراح لقيت حسيت ان انا اتشليت، اللي هو رجلي الشمال كلها لحد دلوقتي ما بعرفش احركها. الرصاصه جات لي في ظهري، خرجت من بطني، وعندي كسر شرخ في الحوض. راح متظاهر شددني لورا شويه، راح 3 متظاهرين جم راحوا شالوني. ايه ده عبد الرحمن؟ وركبوني على موتوسيكل. ايه عشان هو كده بيفتكر؟ طيب خلاص. ايه ده بس يا شباب؟ وركبوني على موتوسيكل وكده. فبعدين وانا راكب على الموتوسيكل بحط ايدي على ظهري كده، لقيت دم كتير جدا يعني نازل، بنزف كتير. فاكتشفت ان هي طلقه يعني في الوقت ده، وما كنتش مصدق برضه ان هم ان هو طلق خالص. يا دوب ركبت الاسعاف كشفت الجرح بقى، كشفت الجرح لقيت نفسي في يعني اللي هو خرم هنا وخرم في بطني، ونزيف كان في نزيف جامد ومجماش عليا لحد ما وصلت المستشفى. وصلت بالاسعاف القصر العيني، انا ما فيش مكان في القصر العيني، ما فيش اي اماكن فاضيه في القصر العيني.
رحت مستشفى بولاء العاب، فضلت انزل بتاع ساعه ونص لحد بس يعني في المستشفى. وانا في المستشفى ساعه ونص والله ما بسألش فيا، اللي هو الاول جاء ضابط عبال ما احضر، اللي هو انت كنت هناك ليه وكنت بتعمل ايه هناك ورايح هناك ليه ومين اللي ضرب عليك المحضر قبل ما اخش العمليات. وفينا زي طالعين نعترض بنضرب رصاص حي، فانا ما كنتش مصدق لحد ما جيت المستشفى. بس استاذنك كده انت كام سنه؟ 23 سنه. تشتغل مصور صحفي؟ لسانس ادب القاهره ومصور صحفي بالدستور؟ بالدستور تحت التمرين على فكره. تحت التمرين يا راجل، انت المفروض يتعمل لك تمثال. ليه بس يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. انت ادب قسم ايه؟ ادب قسم مكتبات ومعلومات.